أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعنا في هذه الأيام أن رجلا أخرج من قبره وقد احرق وجهه وانتشرت هذه في صور الجوالات، فهل نصدق هذه الأخبار أو أنها من علوم الغيب؟ لا تصدقون الجوالات أبدا، جوالات لا تصدقونها في هذه الأمور، لأن وراها ضلال يريدون يروجون البدع، وراها الجوالات أهل ضلال يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين، فاحذروا منها غاية الحذر. نعم، ولا تتلقوا العلم عن الجوالات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.